عايز نعدي من الأزمة دي يظل الالتزام بكل ما يقوله المسؤولون، يعني عايزين نلتزم بداية إخواننا. يهمنا أيضا وإحنا قاعدين في بيوتنا الفترة دي معدل الاستهلاك بيزيد، داخلين أيضا على شهر الاستهلاك فيه بيزيد 3 أضعاف وهو شهر رمضان اللي أوشك على أنه يهل علينا هلاله بعد 3 أسابيع إن شاء الله. تعال نشوف الموقف التمويني للدولة المصرية إيه. معايا على التليفون أستاذ أيمن حسام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء الخير يا أستاذ خير، ومساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. مساء النور، وفي البداية عاوزك تطمن السادة المواطنين بالموقف. عندنا سلع استراتيجية معروفة، شاي، رز، زيت، سكر، سمن، هل دي أخبارها إيه؟ الاحتياطي بتاعها يغطينا كام شهر، وخاصة ان احنا داخلين على شهر معدل الاستهلاك فيه كبير وهو شهر رمضان. طيب هل عندنا فرصة في الوقت ولا اخبار؟ معانا. طيب خليني الاول اقول لحضراتكم عشان الناس محتاجة تطمن. انا عارف كويس جدا ان احنا كلنا تحت تأثير الازمة، عندنا شكل من اشكال التخوف والقلق من كل شيء، مش بس من الصحة لكن كمان من الأكل. الحقيقة للأسف الأكل هو يعني أمانهم من جوع، يعني فأطعمهم من جوع أمانهم من خوف. فخلينا الأول نقول القصة بدأت عندنا من النص الثاني من شهر من سنة 2019 يا أستاذ خير، إن إحنا كان عندنا حالة من حالات الركود شوية الاقتصادي لو حضرتك تتذكر، وكنا بنحس الناس بنقول للناس انزلوا اشتروا يا جماعه. فبالتالي لما دخلنا في 2020 كان عندنا مخزون كبير جدا فوق الاحتياج. بعد كده غير كده احنا كدوله بنأمن الاحتياطيات بتاعتنا بغض النظر عن الظروف، واحنا بنعيش في منطقه مش مستقره، فبالتالي توجيهات فخامه الرئيس بزيادة المخزون الاحتياطي طول الوقت عندنا. فعندنا احتياطيات أكتر من احتياجاتنا. لو عايز نتكلم بالأرقام، احنا بنتكلم إن احنا تموينيا فقط عندنا فوق 4 شهور من القمح، بنتكلم عندنا زيوت فوق 5 شهور، المكرونة فوق 5 شهور، السكر فوق 7 شهور. عندنا يعني متسع الحمد لله من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، بالإضافة زي ما ذكرت لحضرتك ان احنا كنا خارجين من موسم كان فيه تباطؤ في الاستهلاك، فكان فيه عندنا مخزون كمان اضافي. نيجي بقى ان احنا بنستعد لشهر رمضان، فطبعا بنستعد لشهر رمضان زي ما حضرتك تفضلت، الاستهلاك في شهر رمضان بيزيد احيانا عن مره ونص واحيانا بيصل لضعف الاستهلاك. الو نعم سامع حضرتك. تمام، فبالتالي احنا بنستعد لشهر رمضان قبلها على الاقل ب3-4 شهور. العناصر دي مجتمعه على بعضها بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان احنا عندنا وفره شديده جدا في السلع الغذائيه في مصر في كل المجالات. ده اللي يخلي المواطن يطمئن تماما ان احنا غير قابلين للتعرض لاي نوع من الازمات في السلع الغذائيه. لكن في نفس الوقت رغم ان انا طبعا بعض المشاهدين سمعوني في اكثر من برنامج بدعوهم ان هم ينزلوا يشتروا زياده كمان، لان ده انا شخصيا عندي يعني كدوله مخزون كبير جدا جدا لدرجه ان انا عايز احركه. لكن في نفس الوقت مش عايز تدافع داخل السلاسل التجاريه يا استاذ خير. نعم انا اخشى ما اخشى ان المستهلك يدخل جوه السوبر ماركت في تزاحم يبتدي يصاب والعياذ بالله بالعدوى. صحيح، مع الازدحام بالظبط. فعشان كده احنا برضو الحقيقه وجهنا كل شركائنا في السلاسل التجاريه بانه يقللوا من عربيات التسوق اللي داخله عشان يقلل عدد الناس اللي جوه السوبر ماركت. فقد يعني يلاحظ البعض ان في طوابير خارج السوبر ماركت. الطوابير دي مش سببها نقص في المعروض، الطوابير دي سببها ان احنا قللنا عدد الناس اللي تخش في. طب استاذ ايمن خليني اتوقف امام عدد من النقاط. رقم 1، حضرتك بتقول كمسؤول بوزارة التموين
أن كافة السلع الغذائية الاستراتيجية تحديدا متوفرة لعدة أشهر تتجاوز الخمسة أشهر. نعم. الحاجة التانية بتقول للسادة المواطنين أرجوك ما تقلقش، ولو أنت قلقان شوية يا عم انزل اشتري بضاعتك بزيادة، بس احنا بنقول لك كحكومة الأكل موجود، صح كده؟ تمام. طيب أنا عايز أتكلم على شهر رمضان، هل أنتوا عاملين حسابكم ولا الخمس شهور داخل فيها شهر رمضان بمعدل استهلاك يوازي شهرين أو ثلاثة؟ لا، شهر رمضان ليه حسابات أخرى بالنسبة لنا، حسابات خاصة لوحدها. طبعا بنستعد لها من بدري جدا، بنستعد لها من قبلها بثلاث وأربع شهور. إن إحنا بنوفر زيادة في السلع، بالذات السلع الأساسية اللي البيت بيستخدمها في شهر رمضان، وكمان حتى من السلع التكميلية. يعني حتى هتلاقي عندنا في مجمعاتنا الاستهلاكية البلح موجود، قمر الدين موجود، المشمشية، الحاجات اللي هي حتى الزبيب، الجوز الهند اللي المواطن بيحب يدور عليها بيلاقيها موجودة. فإحنا استعدادنا لرمضان بيبقى مضاعف، فعلا إحنا بنحط في حساباتنا ضعف الاستهلاك، فطبعا شغالين عليه. وزي ما أشرت لحضرتك إن إحنا بادئين بحالة من المخزون الإضافي، يعني إحنا ما كانش في حركة بيع جيدة في النص الثاني من 2019، والأسعار انخفضت 15 و20% زي ما حضرتك كنت متابع. فبالتالي احنا داخلين وعندنا أريحية شديدة جدا جدا. طيب أستاذ أيمن حضرتك معايا؟ أنا بس هو في وش جامد في التليفون. لا أنا سامع حضرتك، حتى لو معانا الأريحية للتوزيع، معانا بضاعة تكفينا سلع غذائية خمس شهور، السؤال المهم، وأكثر من خمس شهور، سنة إن شاء الله، السؤال المهم إيه مدى فرصة كبار التجار لممارسة صورة من صور الاحتكار ورفع الأسعار؟ بص يا فندم، الحقيقة بيان دولة رئيس الوزراء كان واضح تمام. التعامل بلا هوادة مع أي حد من سماسرة الأزمة. الكلام لا يقبل أنه يؤول بشكلين. أنا بوجه رسالتي لبعض المارقين أو لبعض السماسرة أو بعض الدخلاء، لأنه الغالبية العظمى من التجار في مصر شرفاء ومحترمين ويستشعروا الظروف اللي احنا بنمر فيها دلوقتي. ده كلام حلو يا أستاذ أيمن على التليفون. هكمل لحضرتك. لكن هناك بعض الدخلاء، هنا بنقول ليهم رسالة واضحة. النهاردة كل مخالفات التموين وكل مخالفات السلع الغذائية بيتعرض لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ. نعم. إذا كنت حضرتك سامعني، لأن سامعك هتروح. لا سامعك. النهاردة العقوبات على أي حد يحاول يتلاعب بالسوق في مجملها قد تصل لسبع أو ثمان سنين حبس. الموضوع لا يقبل المغامرة، دي نصيحة مني لأي حد دخيل على هذا المجتمع. إحنا عندنا 1250 حملة تسير يوميا في الأسواق. يعني إيه حملة؟ حملة يعني إيه؟ حملة تفتيشية. عندنا حملة رقابية، أكثر من 1250 حملة رقابية بتجوب الأسواق كل يوم. إحنا للأسف إن إحنا خلال بس الأسبوع اللي فات عملنا أكثر من 1200 قضية، كلهم أمن دولة طوارئ. قدامك 30 ثانية لو عايز تختم معايا، لو في حاجة عايز تقولها. اللي عايز أقوله حاجتين، المواطن اطمئن ومفيش مسؤول دلوقتي ما بيتعاملش بشفافية كاملة مع المواطنين. رقم اتنين، أي تاجر دخيل على هذا المجتمع أرجوك اخرج دلوقتي من السوق، لأنك أنت بتعرض أسرتك وحياتك لدمار كامل. أشكرك أستاذ أيمن حسام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، هلخص أهم ما قاله.